الهروب من السجن هو مسلسل تلفزيوني أمريكي من تأليف الكاتب والمخرج بول شويرينغ. تدور قصته حول أخوين، أحدهما حكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر يرسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن ومسح سجله. يحكي الموسم الأول إنقاذ لينكولن بوروز دومينيك بورسيل الذي يتهم بقتل ترينس ستيدمان جيف بيري شقيق نائبة رئيس الولايات المتحدة. يحكم على لينكولن بالإعدام ويسجن في إصلاحية نهر فوكس، وفيها ينتظر تنفيذ الحكم. شقيق لينكولن مايكل سكوفيلد وينتورث ميلر يؤمن ببراءة أخيه، ولهذا دبر سطوا مسلحا ليعتقل ويحكم عليه بالسجن في الإصلاحية. يقترب مايكل من طبيبة السجن سارة تانكريدي سارة وين كوليز، ويدعي أنه مصاب بالنمط الأول من السكري لكي يدخل يوميا إلى مستوصف السجن. تساعدهما صديقتهما فيرونيكا دونوفان روبن توني في محاولة إبطال الإعدام، فتبدأ بالتحقيق في المؤامرة التي تسببت في سجن لينكولن. ولكن يعرقل جهودها عملاء سريون ينتمون إلى منظمة تدعى الشركة. كانت الشركة مسؤولة عن اتهام لينكولن، وقامت بذلك انتقاما من والده ألدو بوروز لعلاقته السابقة بالشركة. استطاع الأخوين في نهاية المسلسل ومعهما ستة سجناء آخرين الهروب من السجن، وأصبحوا يعرفون باسم ثمانية نهر فوكس.